عنده الوالدة فضيلة الشيخ تقول تصلي صلاة الوتر على أذان الفجر. أذان الفجر يختلف، إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لأجل أن يستيقظ الناس ويتهيأوا فلا بأس، يصلي ويوتر ولو بعد الأذان الأول. أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الليل وانتهى وقت الوتر، فيقضيه في النهار يعني بعد ارتفاع الشمس، يقضي وتره ويشفعه. نعم.